سيدي الحجازي الوالد بكتابه رد المحكمة المنيع على شبهات المنيع عدلة السنة والجماعة قايل هني في فصل التاسع المفهوم الصحيح للسنة والبدعة، فيقول هني السنة والبدعة أمران في كلام صاحب الشرع. المهم يقول حديث جابر عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته، ويقول أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخرجه البخاري موقوفا على ابن مسعود. فهذه البدعة شنو اللي كان يقصد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كل ما خالف الشرع الله فهو بدعة، اللي الناس بيبتدعوه في بدعة في العادة. يعني السيدة عائشة قالت أول ما ابتدعت الأمة بعد موت نبيها المنخل، فهذه بدعة يعني زي ما بيقولوا حسنة، لأنه في العادات مش في العبادات. يعني أنت ما تأخذ البدعة بالدين ما تؤمن فيها؟ لا، في بدعة في الدين اللي رجع عن الرسول بالمشي وعن الصحابة والتابعين. هو رسولنا قالها حق بحق من انك الان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ يعني هو اللي بيقول ايه قالها في حق مين؟ يعني في حق الناس اللي هم بيزودوا في الدين ما لم يأذن به الله. مسلمين ام غير مسلمين؟ ايه مسلمين. ها ايه؟ كان اي سنة من الهجرة؟ هذا من نبوءاته صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد لم يكن فيه بدعة. صح، إنما الناس ابتدعوا بعد ذلك، فالمارقة وغيرهم، وخاصة في قتل المسلم للمسلم وغيره. على كل حال في كتب مخصصة في البدع وفي الموضوع ده، كتب كتير يعني. الواعي كان له كتاب عن البدعة، توفيق الواعي ما مجلة وعي الإسلام. صح، توفيق الواعي. زين مولانا لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرت عيناه على صوته، إيه؟ انت ما تؤمن بالصوت العالي مرات؟ لا، هو اولا صوته صلى الله عليه وسلم اصحر، يعني يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لكن ارتفاع صوته واحمرار عينيه من تأثره بالموقف وبالكلام يعني. صح، حتى في روايه كانه منذر جيش. الله مدد. ومعلوم ان اللي بينذر الجيش بيعمل كده، وكانوا يزيدون يمكن الواحد يبدع أنفه أو يقطع قميصه أو غيره للناس تهتم بالموضوع. صح، فهو كان يرتفع صوته اهتماما يعني بالموضوع. يا رب. نعم. هذا موقع أبو يعقوب سيد سعد وزير المشاهد الطريق يعني سيرة ذاتية. سيدنا عثمان منع، كانوا الصديق نزل درجة من المنبر، وجاء الفاروق نزل درجة اللي كان بيقف على الصديق، وجاء سيدنا عثمان وقف مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ظل الصحابة يعملوا كده كان يبقى بيخطب في المسلمين من قاع بئر. مدد يا أبو حجاز. نعم يا سيدي.